بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظاهرة مثيرة للشفقة وربما للضحك، الرئيس قيس سعيد يتقمص العديد من الشخصيات، فيتنقل ما بين شخصية دكتاتور أو مستبد أو جنرال عسكري، وأخيرا قيس سعيد يتقمص دور معلق كروي ويسجل حال التسلل بوزارة الداخلية في فيديو بالصوت والصورة. نتابع هذا المقطع القصير أولا، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع مع حضراتكم بعد مشاهدة المقطع القصير الذي تحدث فيه قيس سعيد عن محاولة التسلل داخل وزارة الداخلية. إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل وهناك من يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل فأن تهيأ له أنه حقق هدفا، فالهدف هذا الذي يتهيأ له لن يحتسب وسينفذه التاريخ وستنفذه تونس. هناك من عمد حقيقة حالة غير مسبوقة في العالم، ما لا نقول العربي أو الإسلامي بل في العالم كله، ظاهرة قيس سعيد الرئيس التونسي يقول ثمت من يحاول التسلل لوزارة الداخلية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص. جاء ذلك عقب أول زيارة لسعيد إلى وزارة الداخلية منذ تكليفه رضا الغرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك. وقال سعيد إن الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج في محاولة لتقليد السيسي من قبل، وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن. وربما يطلب قيس سعيد في وقت لاحق تفويضا لإرهاب محتمل كما فعل السيسي في مصر. وأضاف مخاطبا غرسلاوي: هناك من عمدوا لتفتيت الدولة لم يسمهم، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ. وأردف: أطمئن التونسيين بأن هناك وطنيون ثابتون صادقون مؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون. وتابع: هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل. وأوضح سعيد: ليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعون. واضح أنه يتحدث عن أشباح، يعني يريد أن يهيئ المجتمع لشيء غير موجود. ومضى قائلا: اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس، والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج. أي مليارات يتحدث وأي أموال يتحدث؟ تونس بلد فقير وإمكانياته محدودة، وكانت منهوبة فور فترة زين العابدين بن علي، ولا أدري عن أي مليارات أو أي موارد يتحدث عنها هذا القيس سعيد. وزاد: لم نتعرض لمن لا تتعلق بهم قضايا، في إشارة إلى الفساد المالي، ولكن من تعلقت به قضايا فيجب أن يعيد الأموال للشعب التونسي، والصلح يجب أن يكون مع الشعب. وأكمل: كفى عبثا بالدولة التونسية التي تقوم على القانون، ونحن حريصون على فرض القانون على الجميع على قدم المساواة. وهنا بعد كده بيتحدثوا عن الانقلاب الذي قام به سعيد في يوم 25 يوليو تموز الماضي. الرئيس التونسي يتهم جهات بالسعي إلى تفتيت الدولة، قال إنها حاولت إلى التسلل إلى وزارة الداخلية، في كلام ممجوج وكلام غير مقبول. طبعا سعيد أقال المشيشي رئيس الوزراء:
وعين وزراء الآن دون أي سند دستوري ودون أي تمرير برلماني لكي يكونوا في أصبع قيس سعيد كما يتصور. ولكن قيس سعيد نسي شيئا واحدا، أي أنه ليس جنرالا عسكريا، وأنه سيتم لفظه أو الاستفادة منه بشكل مؤقت ثم الإطاحة به من خلال جنرال ربما هو الذي يدير المشهد من وراء ستار، ويحاول أن يشعر قيس سعيد أنه رجل قوي ويستطيع أن يفعل ويفعل. ولكن لا أظن أن هناك من سيتحمل قيس سعيد إلى الأبد. تفتيت الدولة يتكلم عنها كما تكلم السيسي من قبل، ومصر شبه دولة، ويتكلم عن إرهاب محتمل، ويتوعد برضو اللي حيقف قدامي حشيله من على وش الدنيا، وتدابير استثنائية، قوانين طوارئ يفرضها، يعني إذا صورة بالكربون يقلد في انقلاب عبد الفتاح السيسي. ذا أطلنطيك، تونس والديمقراطية وعودة النفاق الأمريكي، يعني ده بيتكلم عن الحالة الأمريكية والتي يعني ظهرت بعد انقلاب تونس، وأن جو بايدن يعني قد لعق كل ما تحدث به عن حقوق الإنسان والديمقراطية وإلى آخره. الرئيس التونسي ثمت من يحاول التسلل لوزارة الداخلية، ده في القدس العربي، وبيتكلموا عن المقطع المضحك المبكي الذي استمعنا فيه لقيس سعيد منذ قليل. أيضا في العربي الجديد يتحدثون عن التسلل الذي يتحدث عنه قيس سعيد، يحذر من مقر وزارة الداخلية من تسلل البعض إلى مفاصل الدولة. وأنا مش عارف مين البعض وإيه التسلل لمفاصل الدولة. والدولة التي كانت محكومة بدولة زين العابدين بن علي، وجات الثورة عشان تطهرها ولا تزال في مراحل التطهير، قيس سعيد بيتكلم عن أن وزارة الداخلية هناك من يريد أن يتسلل، ومن يتسلل لن يستطيع أن يسجل هدف، وإذا سجل هدف لن يحتسب. يعني واضح أنه معلق كروي أو مهتم بالرياضة والكرة، وربما يصلح بصوته الرخيم وبأسلوبه الأجش أن يتحول من كونه رئيس جمهورية إلى معلق رياضي يعلق على كرة قدم أو مباراة هنا أو هناك. أما أن يصلح قيس سعيد كرئيس يشبع لطموحات ورغبة الشعب التونسي الذي ثار على زين العابدين بن علي، لا أظن أن قيس سعيد يرتقي لأن يكون رئيسا حقيقيا يحترمه الشعب أو تحترمه المؤسسات. ربما هم يضحكون عليه كما ذكرنا من قبل كأراجوز أو كدمية تتحدث وكأنها روبوت يتحدث بأسلوب ممج وغير مقبول. في الحقيقة يعني هذا المقطع الذي استمعنا إليه في البداية والذي يتحدث فيه قيس سعيد مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، بالله عليكم يمكن أن يكون هذا إنسان يتحدث مع أناس يستمعون إليه ويجلسون أمامه وكأنه يقوم بخطبة عصماء؟ هناك من تسلل وهناك من يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل فأن تهيأ له أنه حقق هدفا، فالهدف هذا الذي يتهيأ له لن يحتسب، وسينقذه التاريخ وستنقذه تونس. أرجو في الختام متابعينا الأعزاء بعد أن استمعنا لهذه المهزلة من قيس سعيد أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.